سيادة العميد، بالنسبة للمهلة الروسية للقوات الأوكرانية في ماريوبول، هنا وزارة الدفاع الروسية تقول إنها اشترطت على أن تسلم القوات الأوكرانية المقاتلة في ماريوبول الأسلحة. أيضا هناك إذا ما أخذنا هذا التصريح من أيضا المفهوم العسكري، ماذا يفهم من ذلك؟ لا شك أولا وقبل كل شيء، يعني عندما نقول تسليم الأسلحة هذا يعني إعدام لكل هؤلاء المقاتلين. يعني في العقيدة الحربية هذا يعني، وأعطي مثال بسيط، يعني عندما انسحبت القوات الفلسطينية من بيروت، عندما انسحب اللواء 85 السوري مدفعية الذي كان موجود في منطقة الحمدون، أو القوات السورية المحاصرة عندما انسحبت مع سلاحها، لأن قضية أنك أن تسحب السلاح من المقاتل ثم تدعه ينسحب، فهذا يعني أصبح في خطر. ما الذي يمكن أن يحميه من أي حالات اعتداء أو حالات اغتيال؟ وبالتالي يعني عندما، وخاصة في العقيدة الروسية، عندما تقول سحب السلاح ثم سمح لهم بالخروج، هذا في العقيدة العسكرية غير صحيح. معروفة طبعا القانون العسكري، عندما يطالب الخصم أو العدو سواء كان خاسرا أو غير خاسر يطالب بالانسحاب، نبني له جسرا من ذهب، بمعنى خذ سلاحك وانسحب، المهم أن تنسحب من المنطقة، أنا لا يهمني السلاح بقدر ما يهمني احتلال المنطقة. وبالتالي عندما تصر روسيا على قضية سحب السلاح، فهذا هناك لا شك أن هناك نية روسية مبيتة للقضاء على كل هؤلاء المقاتلين لتقول رفضوا تسليم السلاح، وبالتالي بدأت المعركة فتم إنهائهم. هذه العقيدة الروسية، وهذا بالتأكيد ما يعني ما تهدف إليه البيانات الروسية والقرارات الروسية. نعم، أيضا مفهوم آخر بالنسبة لتسليم الأسلحة في ماريوبول، هل يفهم من ذلك بأن العملية صعبة على القوات الروسية وبالتالي ذهبت إلى هذا الخيار بأن تسلم القوات الروسية أو عفواً الأوكرانية الأسلحة؟ هذا أول الاحتمالات الحقيقية، يعني أول حقيقة يمكن قولها أن روسيا إلى الآن عجزت، يعني بالتأكيد روسيا لو استطاعت أن تحسم الموضوع كلياً وتقتل كل القوات الموجودة وتحتل المنطقة وتدمر كل الأسلحة لما انتظرت كل هذا الوقت، ولما تحدثت بهذه القرارات أنه يعني يمكن نعطي فترة زمنية أو نعطي سماح نوع من وقت إطلاق النار المؤقت. بالتأكيد يعني هذا خاصة في العقيدة الروسية، أنا أقصد العقيدة الروسية، يعني هناك الدروس التي مارستها روسيا في كثير من الأماكن سواء كان طبعا بأوكرانيا أو غير أوكرانيا. عندما تقول روسيا أن تعطي مهلة للخصم للانسحاب شرط تسليم سلاحه، هذا يعني حقيقتين، حقيقة الأولى عجزها عن قتل هذا الخصم وبالتالي لجأت إلى هذه المكيدة، والحقيقة الثانية أنها تريد توفير يعني جهد عليها، جهد عسكري وتوفير خسائر، لأنها يعني منيت بخسائر كثيرة بماريوبل لم تكن تتوقعها، حتى العالم لم يكن يتوقع تلك الخسائر الروسية التي وقعت في ماريوبل من خلال هذا الدفاع الأوكراني المتواضع. وبالتالي أحد أهم الأسباب والنتائج أو الحقائق التي ذكرها أن روسيا عجزت عن تحقيق ذلك والعمل العسكري، فلجأت إلى هذا العمل المكيد. طيب.